اكثر حاجه وجهتني هي فرق ولدي هو الاولاني موت. ثاني حاجه هي الطريقه اللي غادي. ثالث حاجه هي الجبانة الغرباء. ورابع حاجه هي النظره نتاع المعتمد. شفنا ان فما لا مبالاه وفما نضج سياسي غير متوفر في التعامل مع الازمات. كيفاش بدات؟ بدات كيما ينظموا الجيل هذا كله برسك متفاهم مع بعضهم. جاني قال لي راه باش نخرج وكذا واحد فهمت. وجاتني شوي فهمت. مي ما عندكش شوا اخر. كي تشوف الوضع وتشوف الدنيا وتشوف كذا وتشوف الناس اللي وصلت وما صارتش الكارثه هذه معناتها ديما تقول برا ربي معك. فهمت. وقصد ربي يوم الاربعاء في الليل زمن التاريخ بالضبط يوم 18 هيك طقس كان باهي ماهوش خايب معناها طقس نهار الاربعاء باهي ونهار الاربعاء في الليل باهي ونهار الخميس نص النهار زاد باهي نهار الخميس العشيه يتبدل الطقس ونهار الخميس في الليل فما صحيح الريح. سمعنا بدي قلق معناتها نقولوا احنا الخميس العشيه دي شويه ستريس وكذا واحد فهمت استنوا في تليفون ديما معناتها القصه مربوطه بتليفون تليفون ولا ما جاش الخميس العشيه الجمعة بدي القلب معناتها يكثر معناتها فهمت الاستريس ولا أكثر. نهار السبت بدت معناتها نقولوا احنا زي اللي بدينا شبه نتأكدوا كون الجماعة ثم 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 حاجة صايرة. وين وأنا بلاصة وكيفاش وما ندروا على شيء. شنو اللي صار ما نعرفوش للوقت هكا شنو اللي صار ما عندناش احنا سمعنا كما قلت لك من البحاره نتاعنا ومن المجتمع نتاعنا كيفاش فما احتقان في البلاد على خاطر فما مجموعه من الشباب هاجروا بطريقه غير شرعيه وصار معاهم حاجه خايبه وما اتصلوش بهالهم في ايطاليا وما صارش تواصل في ليبيا وبدت القصص معناها تتخلق مغادية وصلوا ما وصلوش ماتوا قالوا منظمه في ايطاليا قالوا منظمه في مالطا ها وخشوا ليبيا ها كلموها وتليفوناتهم سكتوها واستوار كبير واستوار كبير فهمت بدينا نتحركوا فهمت في المسار هذا ما عاد عندنا حتى معلومه حتى شيء لا بالذريه لا حتى حاجه وحتى مصدر ما قاعد يعطينا في معلومه صحيحه وحتى كوميونيكاسيون مع اي اداره ولا مع اي جهه امنيه ولا مع حتى حد انفقدت معناتها تماما مع الناس كلها تلمينا مع البحارة عطينا رأي خذينا رأي شنو اللازم اتفقنا على أننا باش نعمل الخرجة كانت الخرجة البحرية الأولى يوم 26 الشمال اللي رسمناها مع بعضنا مع البحارة متاعنا هو أن تكون الانطلاقة من المرسى من الموقع اللي مشوا منها الذرية جينا للموقع فهمنا باش نجوا للموقع اللي خرجوا منها الذرية باش نحطوا الكاب بتاع لامبادوزا في جملة ستة مراكب كبيرة ومعانا حوالي 12 مركب ترفيهي ومشينا في خط السير متاعنا لقينا زوج جثث علمنا عليها البحرية الوطنية والحرس البحري وبرج المراقبة بتاع زرزيسة قلنا له راهو الجثة الثانية كذا وكذا قال مريق طب بجو نهزوهم مشينا على الروح نحن خلينا الجثث كومكو أو كافريكان ولا مش عارف شنو هو التصوير صورنا واحد من الجثث اللي تبين فيما بعد أنه هو أن واحد من الضحايا جثث هو واحد من الضحايا أم الطفل هذا معناتها جيت في سيارة عادي راهو جيت معناتها ما تديريش عليه ولدي. جي واحد قال لها شوف التصوير هذه لقاها مدة جمعة تالي. كي شافت البورتابل قالت له هذا ولدي. من اللي ظهر لنا احنا معناها المواطنين الناس اللي موجودة في الشط والخيان البحارة معناها هم اللي يقول جثث هم اللي يعنوا على الجثث وأهالينا اللي في الشط اللي تحوم في المال اللي هني هم اللي يقول جثث وبلغوا السلطات والسلطات جات خذاتهم. هنا نحب نقول يعني عندك كارثة وعندك ذرية غارقين في البحر وتهز الجثث من غير لا تعمل لهم لا ديان بتاعهم وتعديهم لمقبرة الغرباء. هذا حتى وليد عمره 6 سنين ما نجمش يصرف لك هيك مش مسؤول فما بالك مسؤول في الدولة. دفنوا في جبانة نتاع غرباء 3 من الناس مشينا على واحد طلبنا القبور معناتها نقولوا احنا من اللي 23 وانت ماشي من اللي 24 وانت ماشي
طلعنا أربعة، ثلاثة جو معناتها من درية بلادنا، وواحد لديان متاع خطي، ثلاثة معناتها اللي عرفناهم اللي ثم دفينتهم اليوم، رمت وبدلت الحكاية، رمت معناتها تصور أنت ناس يجيبوهم يدفنوهم في جبانة متاع غرباء، معناتها طفل 14 عام يندفن مرتين موت، نحكي لك باقي حي معناتها نحكو فيه الحي، من نجم نقوله ثلاث مرات نتفن في البحر ونتفن في جبانة الغرباء ونتفن تو في البلاصة اللي يكون فيها. كل شيء ولا نشكو فيه، كل شيء مشكوك، وليت معناتها صدقني كي نحكي مع مسؤول ونقول زعما عطاني المعلومة صحيحة ولا زعما الدات نتاعها صحيحة ولا، يعني معلومة واحدة نبغي نعرفها هني تو البقية الجثث وينهم؟ شطر خرج كيفاش تخرج طفلة كان هي وساكها غادي، وبعد تولي تخرج لنا منى بن عويدة تخرج في بلاصة اللي مشيو خوتها تو يجيبوا فيها من قابس، تفهم فيها معناتها خرجت في بلاصة، بعد تولي تتسلم بعد مدة القابس، شكون هزها القابس؟ وانا السلطات عطتهم القابس، وعلاش هني ما قالوا لناش؟ رانا خرجنا كذا وكذا، والمرأة هذه عندها بيبي اللي هو عمر عميل، يقيدوه كائن بحري ولا حيوان بحري، نقولوا كائن خير، هماد عملوا له تحليل ولا شنو وطلع كائن هذا حيوان بحري اتفناه. وين تفنت؟ شفنا أنا فما لا موبايلات وفما نضج سياسي غير متوفر في التعامل مع الأزمات، وهكا اللي ولد الاحتقان. جيناهم من النهار الأول قلنا لهم فما شكوك، يلزمكم تمشوا معنا هيك، ويلزمكم توفروا لنا المعدات اللازمه، ويلزمكم تدعمونا، يلزمكم معنا نخدموا مع بعضنا القضيه هذه، معنا باش نجيبوا الذريه ندفنوهم. ما كانش عندنا تصور احنا اللي الذريه ندفنوا بالحكايه هذه. دونك ما شفنا تعتيم في الحكايه هذه، تعتيم لا مبالاه كما قلنا، ناس تحسها غير مسؤوله خاصه في الجانب السياسي على المستوى الجهوي والمحلي، وتو حتى على المستوى الوطني. ما فماش تعاطف، ما فماش إرادة، ما فماش إرادة حصاها سياسية في الناس المكلفة باش معناها تعاون الناس وباش تلملم جراح الناس وباش تجي بالحق تتحمل مسؤوليتها في اللي صار. هذا المواطن اليوم شنو يطالب لك اليوم؟ المواطن هذا شنو يطالب لك؟ احنا يقول لك يا خويا معناش قطيع أغنام، احنا عندنا الحق في الدولة، واحنا صوتنا، واحنا درنا، واحنا كذا، واحنا كذا، نحبوا نعيشوا الحد الأدنى من الكرامة على الأقل، مش كريمين بالباهي بالباهي، من الحد الأدنى من الكرامة. يا أخوي أنا ما طالب منك شيء، حط لي بوان للملف هذا. بتقول لي كيفاش هو حرق واحد حرق، قال نجيب دوسيات الكل، الناس كلها لازمها تتحاسب هكاك. تبداها من التعليم وأنت ماشي، تبداها من الانتوراج وأنت ماشي. علاش هاربين هما من هنا؟ خاطر هناك من يتعاملوا معاهم بطريقة أخرى. كي يسمعوا في الناس يحكوا، والدعم خرج قبلها بجمعة، ودخلها خرج قبلها بجمعتين، وتخانقت وجارة 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 وجارة، الناس كلها. فهمت؟ مانيش أنا الأولاني، ومانيش باش نقول لكم أنا الأخراني راه. هذه راهي خذها مسلمة، مانيش باش تكون هي الأخراني. مادام حالة البلاد هيك ووضعنا هيك، راه ما زالت باش تتواصل الحكاية هذه.